نيتنا من أول الطريق مش رفع الدعم ولكن ترشيد الدعم. وين وعود الحكومة بترشيد الدعم؟ هل صحيح إنها لن تجرؤ؟ إذا كانت كلها ظروف الكارثية ما بتطلب انعقاد مجلس وزراء، فأيمتى بينعقد؟ تخلف عن دفع سندات اليوروبونز بيدخل ضمن إنجازات 97% أو كان خطأ؟ ولوين وصل؟ شو خطط رئيس الحكومة بحال استمر عجز التأليف؟ بالمقابل معقول تكون الثورة موسمية؟ وهل الثوار عندهم أي خطط أم إنه تحركاتهم ثورة غضب مش أكتر؟ رمضة البلد واقف. لا حكومة ولا ثورة، عنوان صوت الناس. وضيوف الحلقة مستشار رئيس الحكومة المستقيلة خضر طالب، المحامي والناشط السياسي جوي لحود، منسق لقاء جنوبيون للحرية حسين عطايا، ومن باريس الناشط بثورة 17 تشرين جان كلود حمصي. صوت الناس مع ماريو عبود، الأحد 10:30 المساء مباشرة على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشنال. تابعونا أيضا عبر هاشتاغ صوت الناس.